المشرف العام والأخوة المنظمين إلى إحضار البيرق اللي يتنافس عليه مجموعة كبيرة من الشعراء. تقدم لهذه المسابقة مجموعة كبيرة من الشعراء وتمت التصفيات حتى وصلنا إلى نخبة الإبداع بقيادة لجنة التحكيم وبدرجاتهم وبدعمكم أنتم جمهورنا الكريم الحضور، الجمهور الشعراء الذين كنتم معهم طيلة المرحلة السابقة. والآن يحضر إلينا بيرق شاعر الإبداع لفئة شعر النظم وبيرق شاعر الإبداع لفئة شعر المحاورة، ويحضر معنا قامة إعلامية وشاعر قدير وفكر يدير جمعية النخبة الثقافية التي انبثقت من خلالها هذه المسابقة. مرحبا الأستاذ ملفي بن جفين الرئيس التنفيذي لجمعية الثقافية الأدبية، مرحبا بك يا أبو تركي. مرحبا يا أبو نايف، والله يحييكم وطول عمركم، وشاكرين ومقدرين لجميع اللجان، لجان التنظيم ولجان التحكيم والحضور الجميل اللي هو نجاح أحد أسباب نجاح هذه المسابقة، وزملائنا الشعار اللي لبوا الدعوة دعم للمواهب، وبيض الله وجيهكم كلكم. واليوم نحتفل بيرق شاعر الإبداع وبيرق شاعر النظم للمحاورة، والنظم اللي إن شاء الله يتنافسون عليها الشعراء الأسبوع القادم أو اللي بعده حتى يحدد الحفل النهائي. وما وصل هالمرحلة هنا إلا كلهم مبدعين، سواء من شعراء النظم أو المحاورة، ولكن عاد آلية المسابقة أن يفوز واحد. إذن أنا أبي أنحاز للفئة لون المحاورة اللي أنا دائم أشرف بتقديمه، وبالأستاذ خالد العصيبي نائب المشرف على هذه المسابقة. إيش تقول في ظل حضور البيارق لجنة التحكيم وبيارق شاعر الإبداع، وين تشوف اتجاهها؟ يا مرحبا يا مرحبا. أول شيء نشكرك يا أخوي أبو نايف، ونشكر الحضور، وهذا بيارق شعر المحاورة، هذا بيرق الشعر الأول في شعر الناظم، وجميع الشعراء مبدعين ولم يصلوا لهذه المرحلة إلا وهم مبدعون، ووراهم جمهور وفي ومتحمس معهم ويشجعهم على هذه الموهبة وإنماءها، فبإذن الله يأخذ البيرق في المحاورة من يستحقه، ويأخذ البيرق في النظم من يستحقه. بالتأكيد بالتأكيد. شاعرنا القدير فواز العزيزي، أين ترى اتجاه بيرق شاعر المحاورة؟ أولاً نحمد الله ونشكره على النجاح اللي تحقق في المراحل الماضية إلى هذه اللحظة، وبدون شك أنه عمل جبار وعظيم خلف هذا النجاح. نشكر الرجل اللي صراحة بذل جهد كبير، أستاذ ملفي جفين، ويستاهل تحية، نبغى تحية لأبو تركي. للأمانة الرجل كان مجتهد من بداية مراحل المسابقة الأولية، وتضافر الزملاء الأستاذ خالد العصيمي والكوادر والجميع. نحمد الله ما تحقق من نتائج شيء يثلج الصدر، والمتوقع أن اللي يحصل على البيرق شاعر حقيقي يستحق هذا اللقب، وهم جميعا يستحقونه. وما وصلوا إلى هذه المراحل والدرجات العالية من اللجنة والتصويت العالي من الجمهور ومحبة جمهورهم لهم إلا أنهم يستحقون البيرق بدون أي شك. شكرا للجميع. وأنا أقول أنت بيرق للشاعر يا فواز العزيزي، وجودك محل اعتزاز معتزازنا جميعا. خلوني أروح للجنة شعر النظم اللي راح نعلنهم بعد قليل، والأستاذ الشاعر نايف الأمطيري. أستاذ نايف، في الجانب الآخر لجنة تحكيم شعر النظم، أنتم خلصتوا درجاتكم، أديتوا اللي عليكم، بقي التصويت على الجمهور والأسبوع القادم كمحكم، وين تشوف اتجاه بيرق شاعر الإبداع للنظم؟ أول شيء الحمد لله والشكر على نجاح المسابقة، وجهودنا وجهود القائمين ولله الحمد ما راحت سدى. الشيء الثاني، المسابقة أخذت وهج أكثر من رائع، والآن أنا أشوفها أنها بدأت تنافس مسابقات قائمة عليها مؤسسات كبرى. أستاذنا مشعل الفوازي أبو يزيد، كنت مشعل للنقد والتحليل والتوجيه للشعراء
أنت وزملائك في شعر النظم، كيف ترى هذه اللحظات وأنتم تعطون آخر درجات لديكم من شعراء النظم؟ يا هلا فيك يا بندر، والله أنا لو في يدي أعطي الدرجة العظمى لها الجمهور العظيم، يعني اللي أحيانا حنا، يعني أحيا الشعر وأحيا حتى يعني نجي وحنا حاسبين حسابه، يعني جمهور مخيف جدا، يعني إذا حنا نقيم الشعراء فالجمهور هذا يقيمنا، لذلك مهمتنا صعبة جدا. فالحمد لله يعني إذا وفقنا فهمنا الله، وإذا أخفقنا فيكفي أن بذلنا الجهد اللي قدرنا عليه. موفقين موفقين وبيضان وجيه. أستاذنا القدير وشاعرنا الكبير صقر سليم أبو تركي، انهينا الشوط الأول في هذه الحلقة، كيف تشوف الشوط الأول وكيف تشوف نتاج شعر عير الإبداع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شاعر الإبداع يعني برنامج شعري والقائمين عليه والمشرفين عليه الشعراء، الشاعر ملهي بن جفين وخالد العصيمي وجميع الكوادر، فما نستغرب نجاح البرنامج ما دام المشرفين عليه الشعراء. برنامج اللي اليوم الشيء اللي شفناه اليوم صراحة شيء ثلج الصدر، لا من جمهور لا من شعراء لا من صفوف لا من لجان التحكيم اللي كلهم اعتبرهم أساتذة، لا من زملائنا اللي حضروا معنا. نرحب شاعرنا الكبير محمد بن مشيط الضيف علينا جميع، أستاذ وشاعر عملاق، وشاعرنا الكبير راشد السحيمي، وشاعرنا الكبير عبد الله الغامدي، واللجان كلهم اعتبرهم أساتذة. والبرنامج اللي ينتجي فيه أبو تركي والطاروق اللي ينتجي فيه ناجح بكل المقاييس، شكرا لك. شكرا يا أبو تركي. باقي لنا شوط يا ابو تركي. ابو ثامر عبء كبير، استاذنا تركي السلمي عبء كبير في فرز عدد 9 شعراء من مئات الشعراء، كيف كانت الرحله وانت اليوم بتضع الدرجات الاخيره لهذه المسابقه؟ والله المسابقه هذه من موفقه من بدايتها الحمد لله، والشعراء كلهم سواء اللي بقوا معنا واللي راحوا كلهم اللي راحوا لا ينقصون عن اخوياهم الباقي، والجهود قائمة ليل ونهار من المشرفين على الجمعية. وأشكر أقدم بطاقة شكر لأخوي الشاعر ملفي بن جفين، هذا الرجل اللي يعمل ليل نهار لنجاح هذا البرنامج المسابقة، ونجاح البرنامج مكسب لنا كلنا، ولا سعادة محافظ عنيزة والأهالي عنيزة والأهالي القصيم بشكل عام ولنا يا شعار بشكل عام. يعطيك العافية وما قصرت شاعرنا. أنا أقول أنه من مكاسب هذا البرنامج ومن دعائم نجاحاته تواجد شاعر كبير مثل شاعرنا. أنا أقول شاعر الإبداع هو شاعر الإبداع، بيأخذ في النظم ولا في المحاورة بيأخذ واحد منهم لهيا، بس أنا أقول مصدر الإبداع مصدر الإبداع مصدر الإبداع ملفي بن جبين. سلامتك. أبيض وجه يا أبو رياض، أبيض وجه ضيفنا، ضيف دائم بالمعزة وفي القلوب، ولا أنت في بلدك وفي محلك وبين أخوانك، شاعر كبير، وجودك داعم كبير وأساسي في شاعر الإبداع، وأنت المحكم في عدد من المسابقات، وكذلك أنت النجم الأول في شعر المحاورة وفي الميدان ومن كبار الشعراء، كيف ترى مستوى شعراء شاعر الإبداع وهذا النتاج؟ الله يطول عمرك وأشكرك على المقدمة، ولو أني أزعل من كلمة ضيف، أنا ما أعتبر نفسي ضيف. لا والله ما أنت ضيف. معازيبنا طال عمرك يقولون، معازيبنا يقولون الإماراتي سعودي وسعودي إماراتي. لا شك. وحنا كلنا دولة واحدة وقبيلة واحدة، وأنا أتشرف بالدعوة والمشاركة في هذه المسابقة الراقية اللي على اسمها صراحة مسابقة إبداع. وأشكر إخواني لجنة التحكيم شعر المحاورة اللي طلعوا لنا صفوة الصفوة. فهذا ما جاء من فراغ. اجتهدوا. وهم كلهم أكفاء وفيهم الخير والبركة. وأشكر القائمين على الجمعية وعلى رأسهم ملفي بن جفين وخالد عصيمي، أشكرهم شكرا جزيلا. وأشكرك يا بندر لو أنك مشاكس. شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا أستاذي، شاعرنا الكبير وقدوتنا والنجم الكبير في ميدان المحاورة، بالتأكيد تواجدك في هذا المكان هو دعم كبير ودعم لمواهب الشعراء ولشعراء الإبداع. كيف رأيت الشوط الأول وكيف تشوف نتاج المسابقة بشكل عام؟ أهلا وسهلا. والله أخوك أنا يشرفني، ولا عندي إضافة أكثر مما قالوا الأخوان، ولكن الحفل رائع وتنظيمه رائع، بيض الله وجه من هذه فكرته ومن قام على إقامة هذا الحفل،
بارك الله في شعارنا، شعارنا ما على مكسور مع اللجنة والمتسابقين واللي يلعبون مع المتسابقين، فما عندنا زيادة عنهم، دول شعار وهم ثروة المستقبل إن شاء الله حول الله تعالى. شكرا. هذه شهادة كبيرة من شاعر كبير. دكتور، وأنت تضع الليلة آخر درجاتك في هذه المسابقة وفي الموسم الأول، الكلمة اللي تقولها للشعراء اللي مروا بمراحل وكانوا يتلقون التوجيه والتحكيم من دكتور كبير وشاعر كبير مثلك؟ الحمد لله، مسابقة شاعر الإبداع مسابقة متكاملة من حيث التنظيم، من حيث اختيار الأدوات الإعلامية المصاحبة لها، من حيث اختيار المكان، ومن حيث اختيار اللجنة إلا أنا طبعاً. أخواني كلهم اللي في المحاورة واللي في النظم من خيرة الشعراء الموجودين اللي يستفيدون منهم المتسابقين. البيرق هو شيء رمزي، البيرق الأعلى والأغلى هي الموهبة، الموهبة حيثما كانت وحيثما تجلت هي البيرق الأعلى اللي ترفع صاحبها لمكانها الاجتماعية اللي يستحقها. ولو ما كان من مسابقة شاعر الإبداع ومن الإيجابيات ومن الإضافات اللي أضافتها للساحة الأدبية إلا أنها ساهمت ولو بشكل بسيط في أن هذه المواهب الضخمة سواء في المحاورة أو في النظم وجدت فرصة، وجدت متنفس، وجدت منبر إعلامي يستقبل هذه الموهبة ويوجهها بالاتجاه الأفضل، وهذا كله يعود لنا نحن كمتلقين للشعر قبل ما نكون شعراء وقبل ما نكون أعضاء لجنة التحكيم، أيضا نحن مستمعين ونحن جمهور للشعر. هذه المسابقة تعد إن شاء الله بأسماء لامعة إن كان في المحاورة وإن كان في النظم، وأسأل الله التوفيق للجميع. بالنسبة لنتائج شعر المحاورة البيرق يحدد راعيه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأسأل الله التوفيق. هي فقط ثلاثة مراكز والأول هو واحد يعني بطبيعة حال المتسابقين، لكن أعتقد أن ما في أحد جاء هنا إلا هو يستحق هذا البيرق للأمانة يعني، وأتمنى لهم التوفيق جميعا. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور. سعيد العوني، تواجدك وأنت شاعر كبير طوال الحلقات الماضية كان له أثر كبير، أقولها باسم الزملاء الإعلاميين وأقولها باسم الأخوة في لجنة التحكيم. كيف قرأت لنا المسابقة بشكل عام؟ وباقي معنا أسبوع لتحديد الفائز بالبيرق. الله يبيض وجهك على الكلام الطيب، والحضور كلهم طيبين وكلها بركات الله وبركات أبو تركة، الله يجمل حاله وكثر خيره. أما بالنسبة للمسابقة هذه نادرة من نوعها لأنها جمعت شعر النظم وشعر المحاورة وجابت الطيبين كلهم.